البنات في الفترة بتاعة التين ايج او في فترة المراهقة دايما بيقللوا من شرب اللبن، زائد ان احنا عندنا برضو عشان الكالتشر بتاعتنا معظمنا بيبقى لابس الحجاب، فده بيخلينا ما نتعرضش للشمس كتير، كل ده بينقص عندنا الكالسيوم وفيتامين د. فما عملوا دراسات على السن بتاع البنات في سن الجواز فعلا لقوا ان معظمهم عندهم فيتامين د في نقص جامد، في عجز جامد، زائد الكالسيوم في عجز جامد، ده بيضر بالبيبي في فترة الحمل عامة. فبيتولد البيبي، اما عملوا بعد كده دراسات لقوا ان البيبي بيتولد عنده نقص كالسيوم ونقص فيتامين د زي الام بالظبط. الام اللي عندها بمستوى بسيط الطفل عنده بمستوى بسيط، الام اللي عندها سيفير او مستوى شديد بيبقى الطفل عنده مستوى شديد. حلا للمشكله دي المفروض ان الام طبعا في فتره الحمل لازم تبقى فورتيفايد، بتاخد معاها كالسيوم وفيتامين د بكميات كويسه في فتره الحمل، تاكل اكل فيه كالسيوم فيه فيتامين د زي اللبن والاسماك والبروتينز عامه والبيض وصفاره. بعد الولاده طبعا بيفرق، احنا المشكلة بتحدث يا اما للجنين اثناء الحمل يا اما للبيبي بعد الولادة، فاحنا اللي مش هنلحقه في وقت الحمل يبقى نلحقه بعد الولادة طبعا، اما ناكل ونشرب لبن كويس وناخد الحاجات اللي فيها كالسيوم وفيتامين د، ده بيفرق جامد جدا مع الام ومع البيبي. طبعا الام اللي بيبدا يحصل لها ضعف ونلاقيه موجود في اوجاع جامده في العظام، السنان بدات تسوس وبدات تقع، المشاكل دي كلها ممكن تحدث لان الطفل بعد الولاده اوريدي الرضاعه بتخليه ياخد كم من الكالسيوم من الام جامد قوي، فبنبدا تعاني فعلا من المشاكل دي. لازم طبعا تعمل تحاليل نطمن على النسبة ايه اخبارها، وبنبدأ ناخد كميات كبيرة من فيتامين د ومن الكالسيوم، ولازم ناخد بالنا انها تتعرض للشمس بكميات كويسة لان الشمس هي اللي بتدخل فيتامين د وتقدر ان هو يقدر ان هو يمتص الكالسيوم للاسنان وللعظام ويحسن من المشكلة دي عند الام. هي احسن فترات للتعرض للشمس شمس الصبح بدري اللي هي الساعة 8:30-9 او شمس المغرب اللي هي من الساعه 4:30-5، دول احسن فترات ممكن الام فيها تتعرض والبيبي. احنا عايزين ندي نصيحه للامهات عامه في فتره الحمل انهم يشربوا البان وياكلوا البروتين والصفار البيض والحاجات دي، ان هي بتبني جسمهم بفيتامين د والكالسيوم عشان بعد كده صحتهم وصحه البيبي.